أكد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية على أهمية المشاركة في الانتخابات، وأوضح أن الكنيسة على مسافة واحدة من كل المرشحين وليس لها توجه سياسي معين، لكنها حريصة على أن يقوم المصريون بواجبهم من خلال المشاركة في التصويت. جاء ذلك خلال استقباله المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد المرافق له. وعبر فريد زهران عن تقديره للدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية، كما أوضح المرشح رؤيته وأسباب ترشحه للانتخابات، وطلب من قداسة البابا وكل الرموز الدينية ومن له تأثير على الشعب المصري دعوة المصريين للمشاركة.